نهاية القرن الثامن عشر دخلت الولايات المتحدة في مشاحنات مع إيالات تونس وطرابلس والجزائر في البحر الأبيض المتوسط، تطورت إلى حروب ضد طرابلس والجزائر وتوقيع اتفاقية سلام مع تونس عام 1797. جاء في بندها الأول: فليكن هناك سلام دائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والباشا العظيم باي تونس، وكذلك الصداقة الدائمة التي ستزيد أكثر وأكثر. احتفاء بالمعاهدة، أرسل باي تونس حمودة باشا الحسيني هدية إلى الرئيس الأمريكي جورج واشنطن، وهي 10 أغنام تونسية أصيلة من السلالة البربرية، فوصلت بعد سنتين على تنحي الرئيس، لكن السلطات الأمريكية اعتنت بها ومنحتها اسم American Tunis Sheep. ووفقا للمنظمة الأمريكية لحفظ سلالات ماشية، الخروف التونسي كان أشهر سلالة في البلاد، وقد هدد بالانقراض بفعل الحرب الأهلية الأمريكية. وفي 1896 تأسست الجمعية الأمريكية لمربي أغنام سلالة تونس للحفاظ على هذه السلالة، وفي 1992 صنف الخروف التونسي في أمريكا سلالة أصلية يجب حمايتها من الاندثار. والخروف التونسي مصدر تفاخر لدى الفلاحين في 35 ولاية أمريكية، ومنها انتشر في عدة دول منها المكسيك والأرجنتين وجنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا.